السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى هذا الفيديو يكون يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم باش نقدم معكم لي بوبس كيك، كنعدلوهم في لي زانيفيرسير، في السابع ولا في يعني بزاف ديال المناسبات كيعملوهم في البوفي، كيجيو رائعين. مقادير اقتصاديه موجوده في كل بيت، تقدروا تعملوا الالوان اللي بغيتو ولا تعمروهم من داخل باش ما بغيتو، يعني كيبقى داكشي اختياري وعلى حسب الحاجات اللي كتعجبكم. كنستعملو في المقادير، انا بقى لي واحد نص كيكه هنايا ما كليناهاش، عدلتها الوغ كنستعملو معاها كيندر ماكسي. انا استعملت شوكولا بلون، ماسكاربون، ملون غذائي اللون اللي بغيتو. وهنا في التزيين استعملت الحبيبات، تقدروا تزينوهم ب وكويرتات ولي باطون، يعني في عود كيندر تقدروا تعملوا كيندر بوينو ولا تعملوا اوريو ولا اي نوع شوكولا مارس، يعني اي حاجه كتعملوها من داخل كتجي مزونه. الوغ كنفتتو الكيك ديالنا بهذه الطريقه هذه، قطعت مربعات صغارين ديال كيندر ماكسي، صافي كنضيفو عليهم ماسكاربون. وكنبقاو نستمرو في التحريك هيدا الى حتى كنتجانس العناصر، حتى كانت ترجعنا واحد العجينه مخدومه مزيان ونقدروا نعملوا بها كويرات. يعني انا كان عندي نص كيكه ما استعملتش ماسكاربو كامل، استعملت نص ديال العلبه ديال الماسكاربو. تقدروا عاوتاني تزينوهم بلي لتر، يعني عفوا، ولا تقدروا تعملوهم على حسب اللون اللي هتعملوا معاهم. مثلا الى تستعملوا الصابلي وبوب ولي كوب كيك وديكشي كيجيو تقريبا كاملين في لون واحد، ولا حتى في السبوع كيعملوهم، دابا بقاو كيعملوهم في السوابع وفي كلشي، يعني جميع المناسبات. صافي كيفما كنشوفو هيدا العجين ديالنا بدا كيتجمعنا كورات، كنعملو كويرات متساويين. انا ما عنديش شي ميزان باش نوزن، الوغ عملت كورات عيني ميزاني وعملتهم في الثلاجه يشبرو راسهم، لان يعني ملي كيكونوا سخونين مع الشوكولاته سخون كيبقاو يتفرططو. صافي هنا استعملت الشوكولا الابيض وكندوبو في البان ماري، وكنبقى نعمل العويدات ديالي فيهم شويه شوكولا، كنحطهم فوق واحد نركزهم فوق الورق ديال الزبده، الورق الغذائي. سينو من بعد الى ما عملتو بشي فات كاغيط، الى عملتو في صينيه عاديه ديك الشوكولا كيلصق. الوغ هاد الكاغيط كيساعدنا باش كنجمعو كنهزو ديك لي باطون ديال الشوكولا. صافي انا عدلت هادو بالنسبه لواحد العيد ميلاد ديال صاحبتي، الوغ ما عملتش دي باطون، يعني كاين لي باطون بالدوغي الالوان. عاوتاني بالنسبه لي ليتر كنعملوهم بلاباطا سكر، يعني كاين بزاف د الموديلات ديال لي بوبس كيك كتقدر تفنن فيهم. صافي كيش ما قلت لكم كنستعملوا هيدا شوكولا، كنعملوه في فوق بابي ديال الزبده كاغط الزبده، وكنخليهم انا مزروبه فيهم، عملتهم دغيا في المجمد ما داوليش حتى 5 دقائق، كانوا شبروا راسهم. وهاد العمليه هذه كتساعدنا باش نتحكموا في الكوره باش كتلصق في لي باطون، سينو لو ما عملتوش شي هيدا كيبقاو يطيحوا من الكوهات. صافي هنا عملت شوكولا، عملت منهم بويض شوكولا بلون، ومن بعد استعملت الملون الغذائي عملته في الغوز. صافي كنستمروا في الشوكولا، كنستعملوا معلقه ولا سباتو باش تساعدنا في الشوكولا،
لو بغيتو تخدمو بيدكم. كيجيونا بهاد الطريقه هذه، انا زوقتهم بديك الحبيبات، كيجيو لذاذين مزيانين، سيرتو الوليدات الصغار كيعجبوهم. كيجيونا بهاد الطريقه هذه. كنتمنى نكون شرحت الشرح المبسط بالنسبه للمبتدئات، وان شاء الله نلقاكم في وصفه اخرى.